يتوجه المرشح الديمقراطي لمنصب الرئاسة الأمريكية جو بايدن إلى مدينة كينوشا، وذلك بعد أن زارها الرئيس دونالد ترامب ووصف الاحتجاجات المناهضة للعنصرية هناك بأنها أعمال إرهاب داخلي. ترامب تعهد بتخصيص أموال لدعم المدينة التي تشهد احتجاجات مناهضة للعنصرية اندلعت شرارتها عندما أطلقت الشرطة النار على رجل أسود فأصابته بالشلل. يصل الرئيس الأمريكي إلى كينوشا منقسمة، يطلع على آثار دمار خلفته المظاهرات، يتحدث إلى أصحاب أعمال تضررت ويعد بمساعدة المدينة. أنا ملتزم بمساعدة كينوشا في إعادة البناء، سنمنح مليون دولار إلى سلطات إنفاذ القانون حتى تحصلون على أموال إضافية تساعدكم في العمل. كان أسبوعا صعبا، وسأمنح 4 ملايين لمساعدة الأعمال التي احترقت. سنوفر 42 مليون دولار لدعم الأمن العام في كل الولاية. لم يوضح ترامب من أين سيتم صرف هذه الأموال، ولم يلتقي عائلة بليك التي أعلنت صراحة عدم ترحيبها بالزيارة. ليس لدي كلمات أقولها للرجل البرتقالي، كل ما أطلبه هو أن يبقي عدم احترامه ولغته البذيئة بعيدا عن عائلتي. نريد رئيسا يوحد بلادنا. وبينما يعد ترامب بإعادة بناء المدينة وعلى بعد جادات فقط، عادت المظاهرات. هذا هو حال مدينة كينوشا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المدينة. محتجون خرجوا لرفض سياساته، مقابل مؤيدون خرجوا لإعلان دعمهم له. حياة السود مهمة، صرخ معارضو ترامب في وجه مؤيديه، فرد هؤلاء بأن حياة الجميع مهمة. حياة الجميع مهمة، هذا كل ما لدي أن أقول، وبسبب ما يحصل لا أهتم لما حصل مع جيكوب بليك. تبدأ مشادة كلامية هنا قبل أن تنتهي واحدة هناك بين الطرفين. يحتفي مناصرو ترامب بزيارته، ومعارضوه يرون أنها تزيد النار اشتعالا. ترامب هنا ليشعل النار، هذا هدوء ما قبل العاصفة، لأن رئيسا حقيقيا سيقف إلى جانب الأمريكيين السود، ولكن ترامب لا يقوم بذلك. مشادات كلامية بين الطرفين لم تتوقف طوال التظاهرة. تفوق معارضو ترامب على المؤيدين بالعدد، لكن صوت الطرفين على ضد الآخر باتهامات بالاشتراكية والفاشية والعنصرية، مشهد أصبح سمة معتادة في السنوات الأخيرة. ريما أبو حمدية، العربي، كينوشا، ويسكونسن. مراسلتنا ريما أبو حمدية تبقى معنا من كينوشا بولاية ويسكونسن. مرحبا بك ريما. المرشح الديمقراطي جو بايدن يزور كينوشا غدا بعدما زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل تحولت كينوشا إلى ورقة انتخابية للمرشحين الرئاسيين؟ بالفعل هذا بالضبط ما تحولت كينوشا إليه بعد التظاهرات التي عمت هذه المنطقة، هذه بلدة صغيرة 100,000 مواطن فيها، أصبحت ورقة انتخابية يتقاذفها الديمقراطيون والجمهوريون كما يخشون. والدليل على ذلك أن زيارة الرئيس الأمريكي جاءت إلى هنا لدعم شعبيته مع قاعدته الشعبية، لم يلتقي مع أولئك المكلومين كما قالوا، لم يلتقي مع قادة المجتمع، وإنما التقى فقط مع القوات الأمنية في المدينة. في الجانب الآخر بايدن كان من المفترض أن يحضر إلى هنا الثلاثاء، أجل هذه الزيارة، ولكن بسبب انتقادات كثيرة وجهت لبايدن بأنه لم يأتي إلى المناطق الساخنة التي تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة، ومن هذه التحديات المظاهرات المستمرة. يبدو أن بايدن رضخ لمثل هذه الضغوطات في نهاية المطاف وقرر أن يحضر إلى هذه المنطقة غدا. بكل الأحوال رغم أن الهدوء النسبي يمكن أن نقول يسود المدينة اليوم بعد مظاهرات عارمة عمت الأمس بين مؤيدين ومعارضين للرئيس الأمريكي، ربما تعود مثل هذه التظاهرات غدا. المدينة منقسمة
بشأن زيارة بايدن كما كان الحال بشأن زيارة ترامب، بمعنى أن كثيرون يرون أنه تأخر، في الجانب الآخر يرون أن زيارته الآن غير مهمة لأنه فضل أن يتحدث عن عنف الشرطة من بنسلفانيا التي لا يوجد بها أي مشاكل الآن، وإنما هي ولاية حساسة أخرى. ولكن في الجانب الآخر طبعا هناك المؤيدين لي أو المؤيدون للمرشح الديمقراطي والذين يريدون منه الحضور إلى هنا، الاستماع إلى وجهة نظرهم، وأيضا يريدون أن يستمعوا إليه خططه بشأن إعادة بناء المدينة وبشأن أيضا وقف عنف الشرطة كما يقولون. أشير فقط إلى أن هذه المدينة أيضا الآن رفعت قضية من قبل مواطنين أمريكيين في هذه المدينة تم اعتقالهم خلال المظاهرات وخلال منع التجوال الذي يفرض على المدينة كل ليلة من 7 مساء وحتى 7 صباحا. يقولون في القضية التي رفعت سمح للمؤيدين لترامب بالتواجد في خلال ساعات حظر التجوال، بينما منع المعارضين للرئيس الأمريكي من التجول بحرية، وهو ما يخالف الدستور الأمريكي الذي يسمح بحرية التنقل ويسمح بحرية التجمهر. شكرا لك مراسلتنا ريما أبو حمدية، كنت معنا من كينوشا بولاية ويسكونسن. وسنبقى ماجد الآن مع أجواء الحملة الانتخابية. المرشح الديمقراطي الآن جوزيف بايدن يتحدث من ويلمينغتون في ولاية دلوير، يتحدث عن رأيه في إعادة فتح المدارس خلال جائحة كورونا. هو أننا يجب أن نوفر مساعدة أكثر للناس الذين يحاولون أن يقرروا في الخيارات المتعلقة إذا ما كانوا يريدون إبقاء أطفالهم الذين أعمارهم 5 سنوات في المنزل أم لا، أم يتركوهم، هل يجب أن يبقوا في المنزل ويرعوهم أم يذهبوا للعمل لكي يحصلوا على مرتب ومعاش. إذن يجب أن نهتم بموضوع الرعاية للأطفال والرعاية لكبار السن، يجب أن يحظى الناس بدعم ويجب أن يحصلوا على المال من أجل أن يوفروا الدعم لمن يحتاج الدعم من عائلاتهم. ولذلك إضافة يجب أن نضمن بأن هؤلاء الآباء قادرين على العودة إلى العمل، ولذلك يجب أن نضمن بأن هنالك أماكن الرعاية اليومية للأطفال وأنها آمنة، وأننا أيضا يجب أن نتعامل مع المدارس ويجب أن نوفر كل معدات الحماية والسلامة الضرورية وأيضا قدرات النظافة من أجل أن نتيح لهذه المؤسسات أن تفتتح. المئات منها قد افتتحت لأن بعض الولايات قد بادرت وافتتحت المدارس والمنشآت التعليمية. يجب أن تكون هنالك معايير إرشادية في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن تكون هنالك أدلة وتوجيهات لكيفية إدارة هذه المؤسسات. وفي المستقبل نرى بأن هنالك العديد من المشاكل التي رأيناها في أمريكا بسبب هذه الجائحة التي أثرت على الاقتصاد والأعمال. إذن مشاهدينا كان هذا جزء من إطار حملة جو بايدن الانتخابية، وفي أثناء مروره إلى ويلمينغتون في دلاوير حيث يتحدث عن رأيه في إعادة فتح المدارس.